بسم الله الرحمن الرحيم. يا كراما ببلدة ذات كرم، لئن كان من جود الله سبحانه وتعالى وكرمه على بلدتكم الطيبة أن جملها فكساها بثوب الخضرة في غالب حالها حتى باتت تعرف باللواء الأخضر، فإن من كرم الله وجوده عليكم أنتم أن زينكم وجملكم بلباس الإيمان وزينة التقوى كما نحسبكم والله حسيبكم. أنزلنا عليكم لباسا يواري آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. من صميم قلبي وعمق فؤادي أجف إليكم أجمل تحية وأعلاها انطلق من سويداء القلب، تحية رق من نسمات السحر، تحية مباركة طيبة تعانق مشاعركم الفياضة وتخالط أحاسيسكم الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم عندي سلام من فؤادي كما للمزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. أيها الكرام، في زمن طغت فيه الماديات وانغمس الناس فيه في الملذات واتبعوا الهوى وضيعوا الواجبات، يأتي هذا الموضوع بعنوان حريق الشهوات. إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. فهي مستنقع كل رذيلة، وهي البركان الذي تتقاذف من رحمه البلايا. إن الشهوة يا عباد الله إذا تسعرت نارها واشتد سعارها ولم تلجم بلجام التقوى فلا تسل عن تبعاتها. ويكفي المؤمن أن يستشعر قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كما أن من عصمه الله وصان نفسه عن تلك الشهوات سمت روحه وعلت نفسه وتشبه بالملأ الأعلى. قال قتادة رحمه الله: خلق الله عز وجل الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الناس وجعل لهم شهوات وعقول، فمن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم، ومن غلب عقله شهوته التحق بالملأ الأعلى بالملائكة أي تشبه به. فحري بالمسلم أن يأخذ بالعزم والحزم في هذه القضية ولا يتساهل أبدا. الحزم أبو العزم، والعزم أبو الظفرات، وإياك والتساهل والفرك فهو أبو الترك، والترك أبو الحسرات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم من كل شهوة تخالف أمر الله، ومن كل شبهة تعارض خبر الله. كم نكست هذه الشهوات من رؤوس عالية وطأطأت من هامات عالية ومتينة لما استسلم أصحابها له. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال بعض المفسرين: بما صبروا على ترك الشهوات من أجل الله. فهل من العقل أن يبيع الإنسان جنة الله عز وجل من أجل شهوة في هذه الدنيا؟ فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فهيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها نخلد. أيها الشرفاء الغير، آن للحروف أن تزمجر، وللكلمات أن تصرخ، وللعبارات أن تتفجر. بل آن أن تتفجر العبرات وشآبيب العبرات. ونحن نرى مدنية هذا العصر وما جلبته من ذبح صارخ للأعراض ومن وأد كريه للغيرة. فوربأه، أين فوارس الحياء والحشمة؟ وأين ليوث الشرف والعصمة؟ لقد تبلد لدى كثير من الناس الإحساس، وهانت المحارم عند كثير من الناس. حجاب المرأة ستر لها وجنة لها وصيانة لها وحماية لها، إنه تشريف وتكريم. حجاب لها في الدنيا من الفتنة، وهو حجاب لها في الآخرة من غضب الله ومن النار. يا إخواني في الله، نحن في هذا العصر الطافح عم التفريط في أرسان الحياء والعفة،
فقد ضعف سلطان الحياء عند كثير من النساء، وخفتت نار الغيرة عند كثير من الرجال، فحصل من وراء ذلك خلل كبير وعظيم. فخرجت المرأة من بيتها تجوب الأسواق والشوارع والمحلات مختلطة بالرجال هنا وهناك، ونسيت قول الله وقرن في بيوتكن. خرجت متبرجة، تجملت بما يلفت الأنظار ويحير الأفكار ويزيغ الأبصار، ونسيت قول العزيز الغفار: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. خرجت وهتكت لباس الحياء، فرققت الصوت وخاطبت الرجال ولاطفتهم ومازحتهم وضاحكتهم، ونسيت قول الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا تقرر هذا إخواني في الله، فليعلم أن أخطر أنواع الشهوات شهوات الفروج، وما تعلق بفتنة النساء. يدل على هذا قول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء، حيث قدمهن كما قال الإمام القرطبي رحمه الله لشدة تشوق النفوس إليهن، ولأنهن حبائل الشيطان، ولأن فتنة الرجال بهن أعظم. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. محاضرة لفضيلة الشيخ صالح الفقيه حفظه الله تعالى، الذي زارنا من دار الحديث بمعبر. والآن مع المحاضرة. الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه في الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، وأنفذ فيه ما سبق به القضاء، فأهبطه إلى الأرض دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء، وتجلت رحمته سبحانه بهم، فتوالت عليهم الرسل والأنبياء، وما منهم أحد إلا وجاء معه بفرقان وضياء، حتى ختمت الرسالات بهذه الشريعة الغراء، ونزل القرآن ليكون لما في الصدور شفاء. نحمده سبحانه على النعماء والسراء، ونستعين به على البأساء والضراء، ونعوذ به من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء والفوز بالقضاء والنصر على الأعداء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الأشباه والأنداد والشركاء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يسمع ويرى، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الرسل والأنبياء، وإمام الزهاد والأتقياء، من كان لهذه الأمة رحمةً ونورًا وضياء، كرمه ربه فتقدم إمامًا في المسجد الأقصى بالرسل والأنبياء، سبح الحصى في كفه بخير الأسماء، وحين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء، فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأجلاء، وعلى السائرين على دربه والداعين إلى دعوته إلى يوم اللقاء. عليه صلاة رب العرش تندى كما تندى الرياض بكل فجر، يواصل عرفها آلا وصحبا كأن ثناءهم نفحات زهري. أيها الجمع المبارك الكريم، من صميم قلبي وعمق فؤادي أجف إليكم أجمل تحية وأعلاها وأغلاها، تنطلق من سويداء القلب لتحلق عالية في آفاق الجو، ثم تعود لتنفث على رؤوسكم المكرمة روائح الفل والريحان، وتنفث في طريقكم فوح المسك والطيب، وتنثره في كل الأرجاء. تحية أرق من نسمات السحر، تحية مباركة طيبة تعانق مشاعركم الفياضة وتخالط أحاسيسكم الطيبة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم عندي سلام من فؤادي كما للمزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. يا كراما ببلدة ذات كرم، لئن كان من جود الله سبحانه وتعالى وكرمه على بلدتكم الطيبة أن جملها فكساها بثوب الخضرة في غالب حالها حتى باتت تعرف باللواء الأخضر، فإن من كرم الله وجوده عليكم أنتم أن زينكم وجملكم بلباس الإيمان وزينة التقوى كما نحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا. وهذه هي الزينة الحقيقية والجمال الأعظم، فبتم بهذا إن شاء الله أجمل من اكتساء الأرض بتلك الخضرة. وبهذا كيف لا يحبكم القلب ويتمايل طربا للقياكم ويسر الوجه ويستبشر لرؤيتكم. يا إخواني في الله، إن اللقاء بكم والحديث معكم عطاء ومغنم، كما أن جفوتكم والبعد عنكم عناء ومغرم، فأنتم الأحباب يا رواد المساجد. لقد رسخت في القلب منكم مودة كما رسخت في الراحتين الأصابع. وبهذا الحب نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في بوتقة الحب فيه أن يجمعنا تحت ظل عرشه وفي دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أيها الكرام، في زمن بغت فيه الماديات وانغمس الناس فيه في الملذات واتبعوا الهوى وضيعوا الواجبات، يأتي هذا الموضوع بعنوان حريق الشهوات. لا يخفى عليكم أيها الأكارم أن الحياة هموم وصراع ومشاكل ومعارك، وأخطر الصراعات وأشد المعارك ما كان مع النفس، لأنها كثيرة التعقيد سريعة التقلب والتلون، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولقد خلق الله عز وجل في هذه النفس غرائز متنوعة وأودع فيها جبلات مختلفة لحكم بالغة، فهي التي تحرك الإنسان ليعمر هذه الدنيا، ليعمر هذه الأرض ويدوم النوع الإنساني. فالإنسان كائن متحرك وليس سكونيا، والذي جعله متحركا هو ما أودع الله عز وجل فيه من تلك الغرائز. ومن هذه الغرائز إخوتي في الله الشهوة، فهي غريزة مزروعة في الإنسان ليستعين بها على مصالحه، هي أمر فطري مودع في هذا الإنسان جعلت فيه لتحقيق غايات شرعية نبيلة، فقد اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن يجعل في هذا الإنسان بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه ومصلحته وبقاؤه. جعلت فيه شهوة الأكل واللذة به ليبحث عن الطعام إذا جاء، وجعلت فيه شهوة النكاح وجبله الله عز وجل على ذلك حتى يكون هنالك التوالد والتكاثر. أودع الله عز وجل في الرجل فطرة تجاه المرأة وميلا غريزيا إليها، وأودع في المرأة كذلك، وقادهما جميعا رجالا ونساء بسلسلة الشهوة لإعمار هذه الأرض. فنحن الجميع خرجنا إلى هذه الدنيا بشهوة، التقى رجل وامرأة ولكنه بحلال طيب ووضوح، فنتج عن ذلك هذا التكاثر في الخلق. علم من هذا أن في هذه الشهوات المودعة في الإنسان مصالح ومنافع عظيمة، فلولا شهوة الأكل لما امتدت أيدينا إلى الطعام، ولولا شهوة النكاح لما كان ثم زواج وأولاد وتكاثر وبقاء للنسل البشري، ولولا شهوة المال لما عمل عامل. فهذه الشهوات بمثابة المحرك الذي يحرك الإنسان. ولهذا يخطئ البعض حينما يتمنى أن لو لم توجد هذه الشهوات للإنسان، ويظن أنه لو لم توجد لما شقي الإنسان واستحق النار. والحقيقة الصريحة الصادقة أننا لو أحسننا التعامل مع هذه الشهوات فإنها ستكون سعادة لنا في الدنيا والآخرة، إذا سيرناها وفق منهج الله تبارك وتعالى الذي رسمه لنا.
لولا الدنيا لما كانت الجنة، لولا أننا جينا إلى هذه الدنيا وأودعت فينا الشهوات وأعطينا منهجا نسير عليه، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، امتحنا فإذا نجحنا في الابتلاء كنا من أهل الجنة. أقول لولا ذلك لما كانت الجنة. بهذا يعلم يا عباد الله أن الشهوات حيادية، الشهوات حيادية، فهي إما أن تكون سلما نرقى بها إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين، فهي حيادية يمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة في الخير، ويمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة في الشر. وبناء على هذا فكما أن الشهوات تكون مأثما فإنها تكون مغنما إذا سخرت في طاعة الله وسيرها الإنسان وفق منهج الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في الحلال يكون له أجر. وكما أن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان شهوات فقد خلق له عقلا، فهذه الشهوات تحركه ليبحث عن مصالحه، وهذا العقل يتحكم في هذه الشهوات لتبقى في الحدود التي أذن الله عز وجل بها، ورسم الله لنا منهجا شرعيا نتعامل به مع هذه الشهوات ونسير ونسيرها وفقه. وبهذا يمكن أن نشبه هذه الشهوات بمثابة المحرك للمراكب السيارة، والعقل بمثابة القيادة لها، والشرع بمثابة الطريق. فمهمة الشهوة الحركة، ومهمة العقل حسن القيادة وإبقاء المركبة على الطريق، والشرع هو الطريق الذي لا نحيد عنه لا يمينا ولا شمالا. بناء على ذلك نعلم أن الشرع لم يأتي ليحرم هذه الشهوات بالكلية، فتلك رهبانية ولا رهبانية في الإسلام، بل إنه جاء ليضبطها. فما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسعى من خلالها، إذا سارت فيها آتت أكلها ضعفين وسمت بصاحبها، وكان لها ثمار نافعة يانعة. لم يأتي الإسلام ليحرم، فليس في الإسلام حرمان، إنما الحرمان من أجل ضمان سلامتك وسعادتك، بمثابة المكبح للسيارة ما يسمى بالبريك، فإنه في تصميمه يعيق حركة السيارة، والسيارة صنعت للحركة، فهو يناقض علة صنعتها، ولكنه من أجل ضمان سلامتها. كما أن من الحكم في إيداع هذه الشهوات في الإنسان الابتلاء والاختبار والامتحان، ليتبين المطيع من العاصي والطيب من الخبيث. ولذلك سئل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تدر بباله، وآخر نازعته نفسه إلى الشهوة فتركها من أجل الله؟ فقال: إن الذي تدعوه نفسه إلى المعصية فيتركها من أجل الله من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وذكر أهل العلم أن من الحكم في ذلك أيضا التشويق إلى الدار الآخرة، فإن الإنسان إذا نال من ملذات الدنيا من مباحاتها ما نال، فإنه يدرك أن ما في الجنة أكمل وأتم وأعظم، فيدفعه ذلك إلى أن يشمر عن ساعد الجد ويعمل العمل الذي به يشتري الجنة ونعيمها. إذا تقرر هذا يا إخواني في الله، فليعلم أن للشهوة حدودا في الشرع لا يجوز للإنسان أن يتعداها، فإن تعداها فهو المذموم الملوم. ويتسلط الذم على الشهوة في حالين: الحال الأول أن تكون الشهوة في حد ذاتها مباحة، غير أن الإنسان انشغل بها وتعمق فيها وتاه في دروبها بحيث صار لا هم له إلا إيجادها والحصول عليها، منشغلا بذلك عما خلق لأجله، ومضيعا بسبب ذلك لفرائض الله تبارك وتعالى. فمن كان هذا حاله فانطبع عليه اللوم وتوجه إليه الذم، وصار من عبيد الشهوات الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والقطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ما همه إلا ما أكله ومشربه وشهوة فرجه، ومن يكن همته ما يدخل.
في بطنه قيمته ما يخرج، والكلمة ليست لي بل لأبي نعيم رحمه الله فالمعذرة. والمقصود أنه إذا تغلغل حب الشهوات في قلب العبد إلى هذا المستوى فإنه بئس العبد، حيث آثر الدنيا على الآخرة وقدم محبة الشهوات على محبة رب الأرض والسماوات. ومثل هذا لا تجده يتمتع ويتلذذ حتى بملذات الحياة التي يملكها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتجاوز الإنسان الشهوات المباحة إلى المحرمة، فيتعدى حدود الله ويتجاسر على محارم الله ويتسور جدار المحرمات فيلج في بحور الشهوات. وعلى هذين الحالين جاء التحذير في كتاب الله عز وجل من اتباع الشهوات وبيان مغبة اتباعها وخطورة الاغترار بها. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بيّن سبحانه وتعالى شدة تعلق الناس بالشهوات، وهذا البيان يتضمن التحذير من اتباعها، ولذلك ختم الآية بقوله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقد ذكر سبحانه في هذه الآية أصول الشهوات التي تتفرع عنها غيرها، كما حذرنا الإسلام من اتباع الشهوات من خلال الآيات والأحاديث التي تحذرنا من اتباع الهوى، كمثل قوله سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات ومنهن هوى المتبع. وذلك أن من أنواع الهوى بل من أعظم أنواع الهوى الجري والإنسياق وراء الشهوات، فكل دليل يحذرنا من الهوى فهو يحذرنا من الشهوات، كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشهوات واتباعها من خلال تحذيره من النار وبيان أنها طريق إلى النار. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، وفي لفظ: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا من بديع كلامه صلى الله عليه وسلم وفصيح بيانه ومن جوامع الكلم التي أوتيها، فإنه مثل الجنة والنار بأحسن التمثيل. والمقصود أنه جعل على حافة النار حجاب من الشهوات، فمن اخترق هذا الحجاب دخلها، وما أكثر المخترقين لهذا الحجاب خاصة في زماننا، فإنهم قد اخترقوا الحجاب فتاهوا في حريق الشهوات وشعلوا بنيرانها وسقطوا بعد ذلك في النار والعياذ بالله. وتأمل معي ما رواه الإمام الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب إليها وانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فخفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع فإذا هي خفت بالمكاره، فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب إليها وانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فخفت بالشهوات، فأرسله إليها أخرى فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود أن الشهوات حجاب للنار، وبهذا نعلم أن كل دليل يحذرنا من النار فهو يحذرنا من الشهوات، لأن الشهوات من أوسع الطرق المودية إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولطالما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع الشهوات وأظهر خوفه علينا خوفا من أن تستجرنا وتستهوينا فنقع في فخوخها. أخرج الإمام الطبراني عن عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم نادى فقال: يا نعاي العرب يا نعاي العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. فأشد شيء يخافه صلى الله عليه وسلم هي الشهوات، وفي هذا بيان لبالغ الخطورة فيها. ولذلك لما استحضر هذا المعنى شداد بن أوس في بعض أيامه
تسجى بثوبه وجعل يبكي، فسئل عن سر بكائه فأخبرهم بهذا الحديث. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعين من الشهوات، شهوة الفروج وشهوة القلوب من الكبر والعجب والغرور وحب الترفع والرياء وغير ذلك. وما زال صلى الله عليه وسلم يخاف علينا ويظهر خوفه علينا من اتباع الشهوات، ويذكر تارة نوعا وتارة أخرى نوعا آخر. فقد أخرج أحمد وأبو نعيم عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وقد ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا للإنسان مع شهواته، مثلا يصير به المعقول كالمحسوس لينتبه الإنسان حتى لا يقع في فخوخ الشهوات. أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، على تلك الأبواب ستور مرخاة. قال: وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا. وفوق ذلك الداعي داع آخر، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يقول: ويلك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إن السور الإسلام، إن الصراط الإسلام، وإن الأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخاة حدود الله، والداعي فوق الصراط القرآن، والواعظ فوقه والداعي فوقه واعظ الله في قلب كل عبد مؤمن. والمقصود أنه من اقتحم هذه الأسورة ومن فتح هذه الأبواب على نفسه، أبواب الشهوات، فإنه يفتح على نفسه باب الخطر وشباك الضرر. ومما ينبغي أن يستقر في الأذهان يا عباد الله أن الإنسان ضعيف أمام شهواته، أن الإنسان ضعيف أمام شهواته ورغباته إلا من رحم الله. وهذا أحد الوجوه في تفسير قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان يضعف أمام رغباته، فعند الشهوة يظهر الضعف البشري، فقد تعمي الشهوة صاحبها عن النظر في مصارع الهلاك، بل يرى السعادة في لجة الشقاء، ينظر لكنه لا يبصر، يرى ظواهر الأمور ويعمى عن عواقبها ومآلاتها لشدة الرغبة وقوة الداعي، حتى يصل به الحال إلى أن يغيب عقله كحال السكران، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما ينتبه إلا وقد أصبح تحت وطأة العذاب وسندان العقوبة. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يبين فيه حال الإنسان وهو ينساق وراء شهوات نفسه غير مدرك لعاقبة ما يفعل، أو يكون مدركا لحتمية العقوبة، لكن نفسه قد ثملت بسكرة الهوى فأصبح غالبا على عقله وإدراكه، كمثل الطائر الفراش الذي على أوراق الشجر تستهويه الأشعة والأضواء وتستميله النار، إذا رأى لهبها عن بعد فيظل يدور حولها باحثا للسعادة في تلك النار الموقدة، فتلتهمه النار فتحرقه، فيصبح ضحية جهله أو تجاهله لتلك العاقبة الأثيمة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يدبهن عنها وهن يتقحمن من يده. فهذا حالنا ورسول الله يخاف علينا. فكثير من الناس يرى تلك النار وهي الشهوات، يراها فيظل يدور حولها باحثا لسعادة نفسه فيها فيسقط فيها وفي حريقها، ورسول الله يحذر وينذر، ولكن كثيرا من الناس يتقحمون من يده فيأبون إلا أن يقعوا في حريق الشهوات ونيران الشهوات. مما سبق يعلم يا عباد الله أن هذا الميدان ميدان صعب، والصراع فيه خطير، لأن الإنسان فيه ضعيف وقوة الداعي كبير، ولذا كان الهالكون في أغوار هذه المعركة من البشر كثير والناجون منه قليل قليل. ثم ما هي نتائج الهزيمة في هذه المعركة؟ ما هي الأخطار؟ ما الذي يجنيه من ظفرت به شهواته؟ إنها والله الذي لا إله غيره عواقب مرة فكلها ندامات. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من أرضى جوارحه باللذات فقد غرس لنفسه شجرة الندامات. شجرة الندامات، فهل يجني الإنسان من الشهوات إلا الحسرات؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا رب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. ويكفي المؤمن أن يستشعر قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
غير، قيل خسرانا، وقيل هلاكا وشرا، وقيل واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه تستعيد أودية جهنم من شره. ومقتضى هذه التفاسير أن الشهوات تورد العبد كل مهلكة في الدنيا والآخرة. ولذا قال ابن الجوزي رحمه الله: تأملت في شهوات الدنيا فإذا هي مصائد هلاك وفخوخ تلف. نعم يا عباد الله، وهل أهلك الناس اليوم، هل أهلك الناس اليوم إلا اتباع الشهوات والملذات؟ طمعوا فيها فطعبوا الهلاك، باتوا عليها فتفاجؤوا بصبح الندامات، تلذذوا بها فذاقوا الصاب والعلقم، فهي نار تشتعل وسعير يحترق، وكلما أوقد الإنسان على نفسه منها شيئا فإنما يوقد نارا على نفسه. هي نار تحرق القلوب، تحرق الإيمان، تحرق الأخلاق، تحرق القيم، تحرق الأوقات، تحرق الأعراض، تحرق الشباب، تحرق الشيب، فتلك نتائجها حريق ونار. ومن نتائج اتباع هذه الشهوات والهزيمة في هذه المعركة مرض القلب بل ربما موته. فالشهوات تهجم على أشرف عضو في الإنسان فتمرضه وربما أماتته. فتأمل معي، روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فتأمل كيف أن فتنة الشهوة عرضت على هذا القلب فتشربها فمرض، كحال إسفنجة تشربت ماء متسخا فيه الأوساخ والقاذورات، فعلقت بها تلك الأوساخ والقاذورات فأصبحت سوداء منتنة متغيرة. فهذا هو شأن قلب انفتح للشهوات، يصبح مريضا معكوس الفطرة، منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد نبهنا الله عز وجل إلى ذلك بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة. مقتضى هذا أن الشهوة تمرض قلب الإنسان، وإذا تمكنت الشهوة من قلب الإنسان وتغلغلت في قلبه فإنها تخرج محبة الله من قلبه، وحينها يحجب القلب عن الرب ويعرض العبد للخذلان ويوكل إلى شهواته. ومن نتائج الهزيمة في هذه المعركة أن الإنسان إذا استمرأ هذه الشهوات وأشرب قلبه حبا لها فإنه يصبح عبدا لها وأسيرا بين يديها وسجينا في ظلمات سجنها، بل يصير كعصفور في يد طفل يسومه الطفل حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا، وما يزال هذا العبد يهبط في الرق حتى يصل إلى سفاسف الأعمال ورذائل الأمور، بل يسقط من سماء الإنسانية العالي إلى أن يصبح بحال أشبه بحال الحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكما أسرت هذه الشهوات من أناس فأضحوا عبيدا لها، يتنازل الواحد منهم عن دينه ويتنازل الواحد منهم بل حتى عن دنياه من أجل الوصول إليها، من أجل الوصول إليها. كم نكست هذه الشهوات من رؤوس عالية وطأطأت من هامات عالية ومتينة لما استسلم أصحابها لها. ولذلك من محاسن قول البشير الإبراهيم رحمه الله: إن عبيد الشهوة لا يتحررون أبدا، فلا تصدقوا أن من تغلبه شهوته يستطيع أن يغلب عدوا في موقف. من نتائج الهزيمة في هذه المعركة أنها تقود الإنسان إلى الذنوب والمعاصي، فالشهوة ثلث الخطيئة كما قال ابن القيم. أصول المعاصي صغارها وكبارها تعود إلى ثلاثة أشياء: التعلق بغير الله وطاعة الشهوة والغضب. فمن فتح على نفسه باب الشهوات فتح باب الذنوب والمعاصي، فهي مستنقع كل رذيلة وكل قاذورة، وهي البركان الذي تتقاذف من رحمه البلايا. إن الشهوة يا عباد الله إذا تسعرت نارها واشتد سعارها ولم تلجم بلجام التقوى فلا تسل عن تبعاتها. ومن نتائج الهزيمة أنها سبب للانحراف عن الدين، للانحراف عن الدين والاستقامة، بل ربما كانت بريدا إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك فإن هذه الشهوة خطوة من خطوات الشيطان، يتدرج الشيطان بالعبد عن طريقها إلى أن يفسد عليه دينه. ومما ذكره أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك،
ذكروا أن برصيص العابد الراهب كان في صومعته، فأودعت إلى جوار صومعته بنت شابة، ذهب إخوتها لعمل ما فلم يجدوا لها مأمنا إلا عند هذا الراهب بجوار صومعته، فجاء الشيطان وتدرج عن طريق شهوته يوما بعد يوم ولحظات بعد لحظات ومن معصية إلى أخرى، فوقع بها فحملت فولدت فقتل الصبية خشية الفضيحة، ثم أتبعها بابنها خشية الفضيحة، فجاء إخوتها فزعم أنها ماتت فدفنها فصدقوه فذهبوا لمنامهم، فجاء إبليس فأوقع في نفوسهم أنه قتلها وأنه قد فعل بها ودلهم على مكان قبرها، فحفروا فوجدوها، فلما وضع ليصلب جاءه الشيطان فأمره أن يسجد له وادعى أنه سيخلصه من محنته، فسجد له فمات على الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. والمقصود أنه تدرج عن طريق شهوته إلى أن خرج من عبادة ربه وكفر بالله تبارك وتعالى. نعم إخواني في الله، كما أن من نتائج اتباع الشهوات والهزيمة في هذه المعركة سوء الخاتمة. ولذلك كم حكى التاريخ عن أناس لجوا في بحار الشهوات فغرقوا في تلك البحار، فجاءهم أمر الله، جاءهم الموت وهم على سوء حال. ولا يخفى عليكم ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن رجلا كان يؤذن في مصر، فكان يرقى على المنارة ليؤذن، فيوما ما رقى ليؤذن، فنظر إلى بيت رجل نصراني بجوار المنارة فلحظ امرأة، فجعل يتابع النظرات واستسلم لشهواته حتى تمكن حب هذه الفتاة من قلبه، فنزل يطلبها فقالت أنت مسلم وأنا نصرانية ولا يقبل أبي أن يزوجك، فقبل أن يدخل في دينهم وتنصر من أجل أن يزوج، غير أنه وهو يمشي في دارهم وقصرهم زلقت رجله فسقط فمات ولم يغفر بأمنيته ومات على الكفر والعياذ بالله. هذه نتائج الشهوات يا عباد الله. وأخطر من هذا كله، حجبت النار بالشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فجهنم تنتظر أتباع الشهوات الذين لا هم لهم إلا تحقيق رغباتهم وشهواتهم بعيدا عن شرع الله عز وجل. أما من عصمه الله وحافظ على نفسه وصان نفسه من الوقوع في هذه الشهوات إلا على وفق شرع الله عز وجل فهنيئا له سلامة قلبه، فإن الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم من كل شهوة تخالف أمر الله ومن كل شبهة تعارض خبر الله. ومن كان هذا حاله فالله أكرم من أن يعذب قلبه بهذه الشهوة، كما قال أبو سليمان الداراني، كما أن من عصمه الله وصان نفسه عن تلك الشهوات سمت روحه وعلت نفسه وتشبه بالملأ الأعلى. قال قتادة رحمه الله خلق الله عز وجل الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الناس وجعل لهم شهوات وعقول، فمن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم، ومن غلب عقله شهوته التحق بالملأ الأعلى بالملائكة أي تشبه بهم. وهذا يدل على عظيم مكانة إنسان جاهد نفسه في البعد عن هذه الشهوات. ومما يدل على عظيم مكانته قول الله في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، فأضاف الصوم إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وهذا يقتضي تشريف وتكريم الصائم. وبين علة ذلك فقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، بل بهذا أن كل إنسان ترك شهوته من أجل الله شهوة تخالف أمر الله تركها من أجل الله فمنزلته عند الله عالية وعظيمة وسامية وله الكرامة يوم القيامة. ولذا من تأمل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أدرك أنهم إنما نالوا ذلك لمخالفة الهوى والشهوات. وأعظم من هذا كله أن من خالف شهواته ورغبات نفسه نال الجنة الفيحاء، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عبد وقف أمام الشهوة فتزينت له الشهوة وتجملت وما بقي إلا أن يواقعها، فتذكر مقامه بين يدي الله وظهر أمامه جلال الله وعظمة الله فتركها من أجل الله، فهنيئا له جنة الله. ولذلك قال سبحانه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال بعض المفسرين بما صبروا على ترك الشهوات من أجل الله. فهل من العقل أن يبيع الإنسان جنة الله عز وجل من أجل شهوة في هذه الدنيا؟ فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بل سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها نخلد.
يا عباد الله جاهدوا أنفسكم على البعد عنها لتنالوا الجنة الفيحاء. إذا تقرر هذا إخواني في الله فليعلم أن أخطر أنواع الشهوات شهوات الفروج، وما تعلق بفتنة النساء يدل على هذا قول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء، حيث قدمهن كما قال الإمام القرطبي رحمه الله لشدة تشوق النفوس إليهم، ولأنهن حبائل الشيطان، ولأن فتنة الرجال بهن أعظم. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلا يقول قائل: أنا لا تثيرني امرأة مهما بلغ إيمانه وتقواه وعلمه وفضله. فإن يوسف الصديق نبي الله المعصوم يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن هنا خاف السلف على أنفسهم أيام خوف من فتنة النساء واتباع شهوات النساء. فتأملوا، ذكر الإمام الذهبي في سيره عن علي بن زيد أن سعيد بن المسيب قال: ما يئس الشيطان من إنسان إلا أتاه من قبل النساء. وكم تلحظ من أناس كانوا على خير واستقامة، جاءهم الشيطان من قبل المال الحرام فما استطاع، من قبل الكلام المحرم فما استطاع، من قبل هذه المعصية فما استطاع، فجاءهم من قبل النساء فأدخلهم في الفتنة. يقول سعيد بن المسيب وهو ابن 84 عاما وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالعين الأخرى، يقول: ما شيء أخافه على نفسي أشد من النساء. فقالوا: يا أبا محمد، ومثلك يقول هذا؟ إن مثلك لا تريده النساء ولا يريدهن. فقال: والله ما هو إلا ما قلت لكم. الله أكبر، رجل كبير في السن صاحب علم وعقل وتقوى يقول هذا، فماذا نقول عن أنفسنا؟ قاربه عطاء بن يسار في القول فقال: لو ائتمنوني على بيت مال لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنوني على جارية شوهاء ما وجدت نفسي أمينا. قال الذهبي: صدق رحمه الله، صدق رحمه الله. لا تسهل لنفسك عبد الله، لا تسهل لنفسك فتقع في غضب الله ومعصية الله تبارك وتعالى. قاربهما ميمون بن مهران فقال: لو ائتمنوني على كذا وكذا من المال لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنوني على امرأة لما وجدت نفسي أمينا، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن هنا كان السلف كما سمعتم يحذرون ويحذرون. قال بعض السلف لابنه: يا بني امشي وراء الأسد والأسود، يعني الحية والعقرب، ولا تمشي وراء امرأة، أي مع مطالعة النظر إليها، ولا تمشي وراء امرأة خشية الفتنة، خشية الفتنة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يحلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن. وكل هذا أخذ بالحذر والحزم في هذه المسألة وعدم التساهل، وكل هذا يدل على خطورة هذا الأمر. فحري بالمسلم أن يأخذ بالعزم والحزم في هذه القضية ولا يتساهل أبدا، لا يهون لمحارمه ولا يهون على نفسه هذه القضية إطلاقا. فخذ بالحزم، فالحزم أبو العزم، والعزم أبو الظفرات. وإياك والتساهل والفرك، فهو أبو الترك، والترك أبو الحسرات. ولذا كم هي الحسرات التي نالها الناس أفرادا ومجتمعات من وراء التساهل في قضية فتنة النساء. قال حسان بن عطية: ما أوتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. وكم استجر الشيطان من أناس وأدخلهم في الغواية والضلالة عن طريق النساء. يقول بعض الصالحين: بلغني أن الشيطان يقول للمرأة: أنت جندي، أنت سهم الذي أرمي به فلا أخطئ، أنت موضع سري، أنت رسولي. والتاريخ يحكي الدلائل والشواهد على ذلك. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن رجلا تعلق بجارية وكلف بها واشتد حبه لها، فجاءه أمر الله، جاءه الموت، فجعلوا يقولون له: قل لا إله إلا الله. فجعل يقول: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، ومات على ذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله أن النصارى كانوا إذا أرادوا أن يفتنوا أسيرا مسلما عرضوا عليه امرأة جميلة من نسائهم وأمروها أن تطمعه في نفسها فتتزين وتتجمل وتظهر مفاتنها، فإذا طمع بها وتعلق قلبه بها أعطته نفسها بشرط أن يتخلى عن دينه. وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
يقول ابن القيم رحمه الله: وتأمل في حال العاشقين، والواحد منهم يحب معشوقه أكثر من حبه لله، ويحب لقاء معشوقه أكثر من حبه للقاء الله. خدمة معشوقه عنده أجل من خدمة ربه، لمعشوقه قلبه وحبه ووقته وهمه وخالص عمله، ولربه إن أعطى من ذلك الفضل والفتات. ولذلك قال تسير عزة رهبان مدين: والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. لبئس ما قال، تبا له على ما قال. وهذا شاعر سوداني، أستاذ سوداني دكتور. تأمل كيف أن الفتنة فتنة النساء إذا علقت بقلب الرجال كيف تفتك بهم وتغير عقولهم ودينهم. يقول مخاطبا لها: عبدت الزهر يا سلمى لأن الزهر حياك، عبدت القبر يا سلمى لأن القبر ضماك، عبدت الله في سر لأن الله سواك. نعوذ بالله. هذا هو شأن فتنة النساء إذا تعلقت بها قلوب الرجال. فلطفك يا الله وتثبيتك يا رب. ومن هنا لما كان الأمر بهذه الخطورة، فإن الشريعة الغراء منعت كل وسيلة وسدت كل باب يوصل لافتتان الرجال بالنساء وافتتان النساء بالرجال، فدعت إلى الحجاب والحياء والحشمة والعفاف، ونهت عن التبرج والاختلاط والسفور والخلوة وغير ذلك من بواعث الفتنة. فمن أخذ بما جاء في شريعة الإسلام سلم بإذن الله، أما من أتبع نفسه هواها وخالف شرع الله عز وجل فأنى له أن يسلم. يا إخواني في الله، نحن في هذا العصر الطافح عم التفريط في أرسان الحياء والعفة، فقد ضعف سلطان الحياء عند كثير من النساء، وخفتت نار الغيرة عند كثير من الرجال، فحصل من وراء ذلك خلل كبير وعظيم، فخرجت المرأة من بيتها تجوب الأسواق والشوارع والمحلات مختلطة بالرجال هنا وهناك، ونسيت قول الله: وقرن في بيوتكن. خرجت متبرجة، قد تجملت بزينتها، تجملت بما يلفت الأنظار ويحير الأفكار ويزيغ الأبصار، ونسيت قول العزيز الغفار: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. خرجت وهتكت لباس الحياء، فرققت الصوت وخاطبت الرجال ولاطفتهم ومازحتهم وضاحكتهم، ونسيت قول الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وبهذا كانت المرأة قائمة تحارب المجتمع المسلم بسلاح الفتنة والإثارة، فتاحت القلوب وزاغت العقول. تلاعبت كثير من النساء بالحجاب والجلباب، ونسين قول رب الأرباب: يدنين عليهن من جلابيبهن، وقول الله: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا كن أطهر نساء الأرض، قد أمرنا أن يحتجبن عن أطهر رجال الأرض في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول عن زماننا؟ ها هو الحجاب يا عباد الله يشتكي اليوم ويصرخ من هول ما رأى من عبث كثير من النساء به. فبالله عليكم، عباءة ضيقة مزركشة قد وضعت عليها الألوان البراقة المزينة تفصل مفاتن المرأة، تلوي أعناق الرجال وتسرق القلوب، وتزعم المرأة أن ذلك حجاب. فهل هو حجاب أم هي عباءة تحتاج إلى جلباب وحجاب؟ عيون أو براقع تحيط بالأحداق تسر عن جمال العيون مشوبا بالمكاييج والمساحيق، تخرج بذلك المرأة فتلفت أنظار الرجال إليها وتزعم أنها قد تحجبت، وهي في الحقيقة قد لفتت أنظار الرجال وفتنت كثيرا من الشباب، لكأنها لم تدرك أثر تفريطها على قلوب الرجال. تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. فرفقا أختاه، رفقا يا بنت الإسلام بأعصاب الشباب، فإنهم بشر. قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ قد كان شمر للصلاة إزاره حتى وقفت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق دين محمد. يا عجبا لكثير من النساء واللاتي يحرصن على أن تكون أحلى زينتهن
عند خروجهن إلى أماكن الرجال والأسواق والمحلات ومرورهن بأصحاب المحلات ومرتاديها. يا أمة الله، أيتها الزاهية بجمالها المفاخرة بأزيائها وغلو ثمن عطرها، إن جمالك نعمة فلا تجعليه نقمة، لا تستجلبي غضب الله عليك. هل تأملت تلك المرأة آلاف النظرات من الشباب والرجال التي سارقتها يوم أن خرجت متبرجة، ثم تذكرت بأن كل نظرة نظرها إنسان فعليه سيئة وعليها سيئة، لأنها سرب أيضا، لتتفاجأ بأن رصيدها قد أصبح كبير لا يكاد يعد، رصيد السيئات من وراء ما فعلت. هل تأملت تلك المرأة قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ومنهم نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل تأملت في قوله صلى الله عليه وسلم: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فإن كست جسدها بثوب ضيق وعباءة مزركشة فيخشى أن يكون حالها في الآخرة العري من الخير والحسنات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هل تأملت قوله صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فعلى المرأة أن تتقي الله، على بنت الإسلام أن تتقي الله اليوم، تتقي الله في لباسها، تتقي الله في حركاتها، في مشيتها، في كلامها، تتقي الله في ذلك. وعلى محارمها أن يتقوا الله فيها فيمنعونها مما يجلب الفتنة. وليس ما ذكرناه سابقا يهون ذنب الرجال الذين يتفسخون مع النساء ويتساهلون بالكلام والنظرات والاستماع، فإن زنا العينين النظر، وزنا اللسان التكلم، وزنا الأذنين الاستماع. ثم إن الرجال هم المسؤولون أولا وأخيرا عن هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه، فأين القوامة وأين الحشمة وأين الغيرة يا عباد الله؟ أيها الشرفاء الغير، آن للحروف أن تزمجر، وللكلمات أن تصرخ، وللعبارات أن تتفجر، بل آن أن تتفجر العبرات وشآبيب العبرات. ونحن نرى مدنية هذا العصر وما جلبته من ذبح صارخ للأعراض ومن وأد كريه للغيرة، فوا رباه، أين فوارس الحياء والحشمة؟ وأين ليوث الشرف والعصمة؟ لقد تبلد لدى كثير من الناس الإحساس، وهانت المحارم عند كثير من الناس، أين الغيرة؟ هل غارت الغيرة من النفوس؟ هل غاض ماؤها؟ هل انطفأ بهاؤها؟ فوحر قلبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا يقول الغيور ومن يخاطب؟ مر علي رضي الله عنه فرأى بعض نساء المسلمين في السوق مع الأعاجم يشترين، فرجع وقال: أيها الناس، ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ تتركون نساءكم يزاحمن العلوج في السوق؟ لا خير في من لا يغار، وإن لم يغار الرجال فإن الله يغار، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. ومن لم يغار فليتحمل نتائج غيرة الله عليه وغضبه عليه. أيها الشرفاء الغيورون، ثباتا على ما أنتم عليه، ولا تستفزنكم حالات المتجرئين والمتهاونين والمتساهلين. وإلى أخواتنا، إلى تلك الأخوات العفيفات الشريفات المصونات اللاتي أعزهن الله عز وجل بلباس الحجاب، وسترهن الله بالستر والجلباب، هنيئا لهن ما هن فيه. فعليهن أن يثبتن فهن في زمن غربة الدين. إنهن اليوم حاملات ورافعات لواء الشرف والفضيلة والدفاع عن الشرف والفضيلة. إن بنت عائشة وخديجة وفاطمة التي استمسكت بدينها وحافظت على حجابها لهي اليوم مجاهدة في سبيل الله عز وجل. فإن الحملة على العفاف والشرف والحياء حملة شعواء لا هوادة فيها. يا درة قد أرادوا جعلها أمة غربية الأصل لكن اسمها عربي. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. حجاب المرأة ستر لها وجنة لها وصيانة لها وحماية لها، إنه تشريف وتكريم. حجاب لها في الدنيا من الفتنة
وهو حجاب لها في الآخرة من غضب الله ومن النار. سئلت امرأة مسلمة قيل لها إن الحجاب يغلق عليك كثيرا من الأبواب، فأجابت ويا لروعة الجواب، نعم وأهمها باب جهنم، وأهمها باب جهنم. فالغيرة الغيرة إخواني في الله، والمحافظة على النساء وعلى المحارم، ولنحذر من أن يتساهل الإنسان ومن أن يواكب الحال الذي عليه أكثر أهل عصرنا. أيها الإخوة الأكارم، إن من أكبر مثيرات الفتن فتنة الشهوات في زماننا هذه الجوالات النقالة، وبالأخص هواتف اللمس الذكية، هواتف اللمس الذكية والتي قد أصبحت بمتناول الصغار والكبار والرجال والنساء. إن هذه الجوالات يا عباد الله بما تحمله من برامج تواصل من فيسبوك وواتساب وغيرها لهي بحر عميق، لهي بحر عميق سقط فيها كثير من الرجال وكثير من النساء، وضاع معها الحياء، وضاعت معها الغيرة، وكثير من الشرف. فعلينا أن نحذر من تبعاتها وآثارها السيئة. يا إخواني في الله، لقد غزت فتنة الإنترنت غالب أفراد المسلمين وأصبحت نارا تحرق الأخضر واليابس، وكم كان لهذه الهواتف من أثر في جلب البلاء وخدش الحياء وقتل الفضيلة. فتيات وربما في عمر الزهور يتجولن في داخل بيوتهن حول العالم عن طريق الإنترنت، فتمر عليهن مناظر مثيرة وصور مهيجة وصور مهيجة. ربما سقطت بعضهن في الخطيئة، والسبب أنه لم يوجد الرقيب، لم يوجد من يتق الله سبحانه وتعالى في هذه البنت. وقل مثل ذلك في الشباب والمراهقين، فماذا نقول وعن أي شيء نتحدث ونحن نرى شباب المسلمين يتساقطون يوما بعد يوم في تلك الفتنة إلا من رحم الله عز وجل. فأعيد النظر أيها الناس، أعيد النظر في شأن هذه الهواتف، فأين الرقيب؟ وانظروا كيف تستخدم ومع من وبأي طريقة. فاتقوا الله في من ولاكم الله أمرهم، فما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يخطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. يجب أن ندق ناقوس الخطر، فإن الأمر بات بغاية الخطورة، والمسؤولية على عواتقنا كبيرة يا عباد الله. نحن في زمن إثارة الشهوات، في زمن صراع الشهوات، في زمن نيران الشهوات، في زمن تدفق الشهوات، في زمن موج الشهوات كموج البحار تطل علينا من كل زاوية ومن كل جانب، تطل علينا من كل زاوية ومن كل جانب، غزتنا في بيوتنا وفي شوارعنا وفي كل مكان. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نحافظ على أنفسنا، وأن نحافظ على أبنائنا وعلى بناتنا. طال الحساب فهل تجيد جوابا، والنار تزفر واللظى تتوالى، ولربما كان الشهود جوارحا أو لقطة أو هاتفا جوالا. راقبوا الله في سركم وعلانيتكم، وتذكروا نعيم الآخرة، واحفظوا أبصاركم، وحافظوا على صلواتكم، حافظوا على صلواتكم، واعملوا من الخير ما تعملون ومن ذلك الصدقة، فكل هذه من الأسباب التي تجنب الإنسان هذه الشهوات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يجنبنا فتن الشهوات والشبهات. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا، واحفظ لنا أبناءنا وبناتنا، واسترنا بسترك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزاكم الله خيرا عظيما وبارك فيكم.